محفظة باينانس ويب 3 تقوم بتوزيع 10 دولار على جميع المستخدمين. يمكنك الحصول على هذا المبلغ من خلال خاصية تعلم وكسب أو إيرن أو الإجابة على الاستطلاعات أو الأسئلة. بالنسبة لي هذا المبلغ سيتم توزيعه على المستخدمين بعد انتهاء العرض بعملة اليو اس دي سي أو الدولار الرقمي. يكفي فقط أن يكون لديك حساب على باينانس. طبعا سأترك لك رابط التسجيل في المنصة في صندوق الوصف. بعد الدخول إلى تطبيق باينانس ستضغط على المحفظة ثم تضغط على ويب 3. ستفتح معك محفظة الويب 3، تضغط على خاصية إيرن ثم ستجد العروض في الأعلى. طبعا ستقوم بالتمرير حتى يظهر لك هذا العرض. تقوم بالحصول على 10 يو اس دي سي أو 10 دولار من خلال الإجابة على استطلاع أو مجموعة من الأسئلة مثل خاصية تعلم وكسب. طبعا هذه الأسئلة سأريكم طبعا الإجابات نفسها. بالنسبة للسؤال الأول تختار الإجابة رقم 3، بالنسبة للسؤال الثاني تكتب دابوس، بالنسبة للسؤال الثالث تقوم بكتابة باينانس ويب 3 وولت، بالنسبة للسؤال الرابع تختار الإجابة رقم 1 ورقم 2، السؤال الخامس تختار الإجابة الأخيرة، السؤال السادس تختار الإجابة الأولى، السؤال السابع تضغط على يس من ثم تنزل في السؤال الثامن تختار others وتقوم بكتابة تويتر باللغة الإنجليزية. بعد ذلك في السؤال العاشر تضغط على very satisfied، كذلك السؤال 12 الذي بعده تختار very satisfied، السؤال الذي بعده تقوم بكتابة باينانس، كذلك 15 تقوم بكتابة باينانس. طبعا السؤال الأخير تضغط على yes I agree من ثم تضغط على إرسال. هنا تم الإرسال بنجاح. سيأخذون رقم الـUID أو الـID الخاص بحسابك والإيميل، وبعد انتهاء العرض سيعطوك المكافأة وهي 10 دولار. طبعا بالنسبة لهذا العرض هو محدود فقط في نهاية هذه السنة، خاص بمحفظة ويب 3، يعني عبارة عن استطلاع يأتي لجميع المستخدمين لمعرفة إذا كانت هذه المحفظة الخاصة بباينانس خاصة بالويب 3 تعمل بشكل جيد أو لا. المهم إذا كان لديك أي سؤال اتركه لنا في التعليق. لا تنسى كذلك الانضمام إلى قناتنا على التليجرام.